فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد في بلدنا في موسم زراعة الذرة، ومع بداية طلوع هذا النبات، فإنه إذا أكلت الغنم من ورق الذرة فإن الورق يمسك في حلق الغنم ويكون سببا مباشرا في موتها. سؤاله: هل إذا ذبحتها في هذه الحال تكون حلالا؟ إذا أمسكتها وفيها حياة، يعني تبقى بها مدة، وذبحتها فهي حلال. أما إذا أمسكتها وفيها الموت، يعني فيها الموت، حركة الموت، فلا تحل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.